جماعه عملتوا ايه؟ يعني تقدري تقولي اننا قربنا نقنع ماما بوجهه نظرها؟ اللي هيقوله الدكتور صفاء ماما هتقبله وهتعامل ساره على اساسه. طب وليه ما تقولوش انها بتقول لكم كده وخلاص؟ يعني عمليه تخدير اعصاب؟ الزياره الاخيره اللي ماما عملتها لساره واللي حصل فيها اثر في ماما جدا وخلاها تغير طريقه تفكيرها. يعني كده نقدر نقول ان المشكله اتحلت؟ تفضل حاجه مهمه جدا، الدكتور صفاء واللي هيكتبه في التقرير ده اللي هيحدد حاله ساره. احنا نقدر نكتب في التقرير اللي احنا عاوزينه؟ ازاي؟ الدكتور صفاء ده استاذ كبير ورئيس قسم ومش هيكتب غير رايه العلمي حتى لو ده ضد مصلحته. هنعمل لعبه صغيره. لعبه ايه بقى يا حبيبتي؟ التقرير ده لازم يبقى في ايدينا قبل ما اي حد تاني يطلع عليه. دي حاجه بسيطه جدا. وبعدين لما ناخد التقرير هنعمل ايه؟ هنشوف. اذا كان التقرير في صالحنا وبيقول ان ساره متخلفه عقليا يبقى مفيش مشكله، لكن لو بيقول عكس ده هنشيل منه فقرات ونحط اللي احنا عاوزينه. عبقريه مراتي عبقريه. بس احنا بقى يا حبيبتي مش بنفهم في الطب النفسي، هنكتب ايه؟ هنحط فقرات من اي تقرير موجود لواحده متخلفه عقليا، وده بقى اللي تطريف هتشوفه. مالك بتاكل من غير نفسي ليه؟ حضرتك كمان بتاكلي من غير؟ ما مش معقول كمان هروح لحد عنده وابوس رجله عشان يجي. هو مين ده يا دكتور؟ ابوك. بس انا ما جبتش سيره الدكتور فوزي، انا قصدي من غير نفس. انا مش قادر اصدق اللي حصل. معقوله بعد 30 سنه جواز يشمت فيها الناس كلها؟ انا كمان اخوات ساره صدين نفسي قوي. لسه شاب يا حبيبي، الدنيا كلها قدامك، مش معقول ابدا تخلي ساره هي محور حياتك وتسيب كل حاجه تانية. واذا قلت لحضرتك ان انا بعيش شبابي وحياتي كلها وانا مع ساره؟ معقول؟ ده كلام خطير. انا مش هخبي على حضرتك، انا بحب عالم ساره، عالم بريء. ايوه بس ده عالم انسانه مريضه نفسيا وانت بتعالجها، يعني عالم مش حقيقي. العالم الحقيقي حواليك عيشه. خليك يا حضرتك. الو. ايوه انا الدكتور حسن، استاذ زغلول جار بابا. اهلا وسهلا. طيب انا جاي حالا. في ايه يا حسن؟ بابا تعبان قوي يا ماما. استنى.